أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، معشر الإخوة والأخوات، دائما مع مون ديال قطر. كنا في آخر حصة نتحدث عما كسبه المغرب، العبر التي يمكن أن تستفاد من ذلك، وذكرنا العبرة الأولى وهي ذكاء المغاربة في مختلف المجالات، والعبرة الثانية تمسك هؤلاء اللاعبين بالقيم المغربية الأصيلة. أقدم الآن العبرة الثالثة وهي الاعتزاز بالقيم والأخلاق الإسلامية الرفيعة. لقد برزت أنوار التدين ومظاهر الأخلاق الرفيعة على اللاعبين المغاربة، فزادهم ذلك تألقا. ومن علامات ذلك أولا التعلق بالمساجد وبالقرآن الكريم، ولقطة اللاعب زكريا بخلال وهو يؤدي باللاعبين والطاقم صلاة الجمعة رسالة واضحة المعالي. ثانيا، في مشهد سجودهم لله تعالى بعد كل هدف شكر واعتزاز، إنهم بذلك يعبرون عن شكرهم لله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عنده، وقد أحسنوا وأبدعوا، فهذا الذي قاموا به بديل طيب لما يصنعه بعض اللاعبين من انحنائهم للصليب وسجودهم للمدرب. ثالثا، في احتضان اللاعبين لأمهاتهم انتصار لمؤسسة الأسرة المحاربة، ورمز على أن الأمة قيمة مقدسة، ولا سيما أن أمهات اللاعبين في أغلبهن نساء كادحات صنعن بتضحياتهن وكفاحهن هؤلاء اللاعبين. رابعا، في تنظيفهم للملاعب ومدرجاتها قبل الخروج منها تعبير عن الإيجابية والتعاون. خامسا، عندما رأى الناس هؤلاء اللاعبين في هيئتهم الجميلة وصورهم الطيبة بعيدا عن الصور الممسوخة المشوهة التي يظهر عليها بعض اللاعبين جراء الوشم وصباغة الشعر وقصه بطريقة ممجوجة، قالوا: هذا جمال الدين وروعة الأخلاق للأمة المغربية، وإذا كان هذا عند لاعبيها فكيف شأن علمائها ودعاتها. سادسا، بكل ما ذكر كان المغاربة شامة في الناس ومثالا يقتدى، وكانوا رسول خير للتعبير عن جمال الإسلام. نشر أحد الصحفيين الإنجليز في صحيفة الجارديان البريطانية قوله: إن المغاربة ألهمونا بسلوكهم الديني. سابعا، لقد فجر المغاربة بانتصاراتهم وأخلاقهم وقدوتهم فرحة لا توصف، كما وحدوا الشعور الإسلامي. يقول الدكتور علي الصلابي، عالم ليبيا الكبير والمميز، معبرا عن فرحة المسلمين بالتميز المغربي: السعادة عمت أرجاء العالم الإسلامي على مستوى الأفراد والجماعات والدول والشعوب، من عرب وأمازيغ وأفارقة وكرد وأتراك وفرس وبشتون وتجيك وهنود وأوزبك
وجميع أطياف وإثنيات هذه الأمة العظيمة. العبرة الرابعة: كان دور المدرب الشاب المسلم المغربي المقتدر المتخلق وليد الركراكي كبيرا وحاسما. كان دور المدرب الشاب المسلم المغربي المقتدر المتخلق السيد وليد الركراكي كبيرا وحاسما في هذا الإنجاز الكبير. كان الرجل مثالا للطموح الذي لا يقف عند حد، فلو طلب منه أن يشق البحر لما اعتبر ذلك مستحيلا، وكان يعرف كيف يفجر طاقة اللاعبين الكامنة، كما عرف كيف يكسب حبهم وثقتهم. والسيد وليد الركراكي لا يختبئ خلف غموض ولا خلف نظريات فلسفية معقدة ولا خلف أفكار لا يفهمها غيره، إنما كان يعبر عن نفسه وما يريد من الآخر بكلمات واضحة بسيطة ولكنها مؤثرة وعميقة. يقول معبرا عما يريده من اللاعبين والمساعدين والجامعة: نديروا النية ونبدلوا العقلية. ويقول أيضا: شوفوا تهلاو في الوالدين ديالكم، ديروا النية والله تعالى ما غاديش يخيبكم. هذه رسالة الركراكي البسيطة والمفهومة والهادفة التي حققت إنجازا فريدا، وللحديث بقية إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبي الرحمة وعلى آله ومن تبع هديه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.